عملت برضو في بين القصرين شخصية شاب تركي بيتجوز السيدة كليسير فهمي، وهو من 2 اخوات بيتجوزوا ولاد بنات السيد احمد عبد الجواد. برضو ده كان تركي ورومانسي وغاوي غنى ويطبل لها طول النهار والكلام ده. كان ناس كتير جدا تقابلني، وخصوصا الستات يقولوا لي يا استاذ سامي هو انت في البيت كده على طول قاعد بتغني للمدام وتطبل لها وبتاع؟ اقول لهم لا طبعا انا مش كده. استمريت في الحكايه دي. عملت دور في مسلسل كان مع السيده حنان سليمان، كان اسمه دلع البنات. ده كان في التسعينات او اه ده كده. قريب يعني حوالي 4 5 سنين. ده قريب، دلع البنات اللي هو اللي بعد 2010. وانا كنت شرس جدا في المسلسل ده، وكان بيشرب كتير وبيشرب مخدرات وما عندوش مانع ان هو يعمل اي حاجه في سبيل انه بنته او مراته يجيبوا له فلوس. والدور ما كانش كبير انما كان مؤثر جدا في الاحداث. واثناء إذاعة الحلقات، فأنا ماشي في يوم أعتقد كنت يعني بشتري حاجة فلقيت في واحدة ست هجمت عليا، هجمت هجوم جامد وراحت ماسكاني من صدري وشدتني، قالت لي حرام عليك حرام عليك، هي الطيبة تعملوا فيها كده، هي لازم تبقى الواحدة مفترية عليكو. أنا ما كنتش فاهم في الأول هي بتقصد إيه يعني. فانا اتخضيت، افتكرت انها فهمت حاجه غلط كده، وبعدين ابتديت ادرك اما ابتدت تقول اسم الشخصيات قلت لها يا مدام لو سمحتي ده تمثيل، يا مدام ده تمثيل، اتشرح لها وكده. فابتدت تضحك وانا اسفه ده كان دور مؤثر يعني بالنسبه للناس، تفاعلت مع حاجات السيدات يعني. حاجات كتير.